مساء الخير جميعا. نرحب بكم في هذه الأمسية، وباسمكم جميعا نرحب بدكتورنا العزيز الدكتور علي فخرو في محاضرة حول النيوليبرالية عندما تهدد الإنسان والمجتمع والاقتصاد. ووفقا للتفاهم واقتراح الدكتور علي، سوف أقدم مداخلة تمهد لمحاضرته حول الموضوع، وأمل أن تكون مكثفة ولا أطيل عليكم. لعبت النيوليبرالية دورا ملحوظا في جل الأزمات التي حاقت بالبشرية خلال القرن الأخير، من انهيارات مالية كالأزمة العالمية عام 2008 والكوارث البيئية، وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود الشعبويين أمثال دونالد ترامب. وبعيدا عن البحث في الجذور التاريخية وتعريف مصطلحاتها ومفاهيمها، فإن السمة الأساسية للنظرية الليبرالية هي فتح الأسواق والاقتصاد أمام المنافسة، ليس في أسواق السلع والعمل والاستثمار فحسب، بل وحتى في العلاقات المجتمعية والإنسانية. فقيمة الإنسان بكونها تمثل جانب العرض في السوق تتحدد بحجم الطلب عليها في هذا السوق أيضا. تمتاز الدول المعتنقة لهذه الفلسفة بانخفاض نسب الضرائب وسهولة اللوائح التنظيمية ووضوح التشريعات التجارية الموجهة خصيصا لجذب الاستثمارات. وتعامل محاولات قصر المنافسة بين الشركات بعينها، حتى ولو بين شركاتها الوطنية، تعتبر كممارسات احتكارية معادية للحريات. أيضا تتم خصخصة شبه كلية للخدمات والمرافق العامة، مع اعتبار كافة أشكال العمالة المنظمة والمفاوضات الجماعية أو القيود على حرية التوظيف للأجانب لأصحاب العمل تعتبر ضروبا من التشوهات السوقية التي تعوق تكون تنظيم هرمي طبيعي من الفائزين والمهزومين. في كنف النيوليبرالية يضحى انعدام المساواة من الفضائل، وتدغدغ مشاعر الجماهير الضمآنة إلى الثراء، حيث لا تكافؤ إلا بحجم ما تقدمه من منافع في السوق. وتدفع النيوليبرالية المجتمع إلى إعادة صياغة علاقته الإنسانية وإعادة إنتاجها بما يتماشى مع قيمها. فالأغنياء مثلا يقنعون أنفسهم يوميا أنهم اكتسبوا ثرواتهم عن جدارة، بينما الفقراء على النقيضة يجدهم يلومون أرواحهم البائسة نتيجة لحظهم العاثر. ولا يلقى الناس بالا للبطالة الهيكلية، فعدم امتلاكك لوظيفة يرجع على الأرجح لكونك ضئيل القدرات أو غير محظوظ. في حال بلغت بطاقتك الائتمانية الحد الأقصى أو تراكمت عليك الأقساط والديون، فهذا لأنك مسرف وضعيف. وتستغل الحكومات النيوبرالية الأزمات المجتمعية والاقتصادية التي قد تحدث كحجة وفرصة لتمرير قرارات زيادات الضرائب وخصخصة المرافق العامة وخلق فجوات في شبكات الأمان الاجتماعي وإطلاق يد الشركات للمزيد من التوسع والربح. ولعل الأثر الأخطر للنيوبرالية ليس الأزمات الاقتصادية التي تخلفها فحسب، بل في الأزمات السياسية التي تفتعل وجودها. فمع انكماش سيادة الدولة لصالح نفوذ الرأس المال، تتدنى قدرات الجماهير على تغيير مسار حياتها من خلال التصويت والاشتراك في العملية الانتخابية. وعوضا عن ذلك تفترض هذه النظرية قدرة البشر على الاختيار من خلال صرف الأموال فقط، وتصبح الديمقراطية هي حق يلعبه الكبار والأثرياء فقط أو أصحاب النفوذ والسلطة. وبالتالي تتحول النيوليبرالية إلى مسار جديد في حياة الإنسان والمجتمع والاقتصاد. وأترك بقية المحاضرة للدكتور علي فليتفضل، وأهلا وسهلا به.
شكرا دكتور. اولا يعني انا اعتز دائما بدعوه التجمع لي لالقاء محاضرات هنا والالتقاء بكم ومناقشه الكثير من الامور في الواقع عبر عده سنين الان. عندما طلب مني الدكتور ان ناخذ هذا الموضوع اخبرني بانه سيقدم الموضوع، وانا اعتقد انه قدمه بصورة عامة، ولكن نحن لسنا معنيين في الأساس بتقديمه بصورة عامة بمقدار ما تقديمه كشيء مطبق في الخليج العربي وبالذات في دول مجلس التعاون العربية بما فيها طبعا بلدنا البحرين. أنا أولا يعني أريد أن أقول بأن إذا أخذنا تاريخ الدول العربية في الخليج، طبعا كانت هناك أولا فترة الاستعمار، وفترة الاستعمار لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن اقتصادها لأن كان اقتصادا تحت النظام الاستعماري، ونظام الاستعماري يعني يفتح الأبواب لنفسه ولشركاته ولاستغلاله وكل أنواع الاستغلال الذي يأتي به أي استعمار في هذا العالم، ولذلك هذا شيء نضعه على جنب. بعد الاستقلال في الواقع الدول الوطنية المستقلة أخذت بعض مكونات النيوليبرالية رأسا. واحد، أسواق حرة اللي تفضل بها الدكتور حسين، كانت الأسواق حرة إلى أبعد الحدود ولا لا يوجد فيه تدخل، لكن مع ذلك في بعض الضوابط اللي من هنا وهناك كانت توي، يعني الاستغلال البشع، يعني التوسع الكبير. يعني أنا بذكر أنه مؤخرا كان هناك إلحاح على أنه السوق هذا يقسم تقسيم معقول فيما بين التجار، فيما بين الأطباء، فيما بين المهندسين، بحيث أنه يكون في نوع من التوازن، وبحيث أنه هذه الكعكة يعني توزع فيما بين أقواها. هذا الشيء كان موجود آنذاك، لكن السوق كان مؤكدا حرا إلى كثير من المسافات. الشيء الثاني أنه هيمنت شركة عابرة للقارات اللي هي شركات البترول، مثل ما يتحدث الآن تماما أنه النيوليبرالية ترتبط مباشرة بشركات عولمية عابرة للقارات ويفسح لها المجال. وطبعا كانت شركات مستغلة إلى أبعد الحدود، وكانت تعطي مقدار 5% من أرباحها والباقي تأخذه. يعني مثل ما كان بورديو يقول إنه النيوليبرالية في الواقع هي ليست أكثر من يوتوبيا استغلالية من قبل الشركات الكبرى. الآن مع ذلك أنا عم بجيب هذا لأن في نقاط مهمة. مع ذلك كان هناك حديث عن تأميم هذه الشركات، عن لجمها، أن أخذ جزء من هذه الأرباح، وبدليل أنه بعد 500 شيئا فشيئا بسبب صعود القوى الوطنية والمطالبات وإلى آخره ارتفعت الحصيلة إلى أكثر بكثير من ذلك، إلى مرات عدة بهذا الشيء. إذن كان هناك جو يعني يؤكد أن الدولة الوطنية ليست منغمسة في كل ما تطالب به النظرية النيوليبرالية. وبهالمناسبة النيوليبرالية ليست جديدة، هي في الواقع قديمة، وهناك من يقول بأنها بدأت في القرن الثالث عشر والرابع عشر، هناك من يقول القرن السابع عشر، هذا مش مهم. المهم أنه الفكر النيوليبرالي كان جزء منه موجود بعد الاستقلال، لكن مع محاولات حقيقية بالذات مجتمعية من أجل أنه
نوع الاستغلال اللي فيه كذا يحدد. وبالذات أنا يعني أريد أن أؤكد وأشدد آنذاك كانت قصة تأميم الشركات الوطنية وانتقال ملكيته إلى ملكية كذا في السعودية في غيره كانت كبرى جدا يعني، وإخواننا يعرفون عبد الله الطريقي وغيره الذين كانوا ينادون بذلك. الآن بعد ذلك مباشرة تدريجيا انتقلنا نحو اقتصاد ريعي. لماذا أقول نحو اقتصاد ريعي؟ لأنه لما كان 5% ما كان في فلوس حتى تكون الدولة روعية، إنما عندما بدأنا نأخذ نسبة كبيرة جدا أصبحت دول الخليج كلها دول اقتصاد ريعي، بمعنى أن هناك ثروة تؤخذ وتوزع، توزع طبعا حسب المحاسيب، حسب المصالح، حسب لمن أنت تنتمي إلى آخر من هذه الأمور، ولكن اقتصاد ريعي. مع ذلك كان هناك توجه حقيقي إلى أن تكون إضافة إلى أنه اقتصاد ريعي الدولة هي دولة رعاية اجتماعية. كان ما ممكن يخطر في بال أحد أنه التعليم ما يكون من الحكومة له دور في هذا الشيء، ما يخطر على بال أحد أنه الصحة ما تكون مسؤولية الدولة، ما كان يخطر على بال أحد أنه الدولة تشغل قد ما تقدر وتدرب مواطنيها من أجل أن يأخذوا المراكز والوظائف. إذن تلك الفترة بالرغم من أن بعض جوانب النيوليبرالية مأخوذة، لكن في نفس الوقت هناك ضوابط لتلك الجوانب وإصرار من قبل، يعني أنا متأكد حتى الحكومات ما كانت تجرى إلا أن تضع هذه الضوابط من أجل شعوبها في آنذاك. الآن بعد ذلك وحتى الاستقلال الوطني بالمناسبة كان في اعتقادي كانت هناك محاولة حقيقية لأن يكون هناك نوع من الاستقلال الوطني من قبل هذه الدول التي يعني منذ لحظات خرجت من تحت عباءة الاستعمار. الآن بعد ذلك الآن هنا نأتي اليوم انتقلنا 180 درجة بالنسبة لهذا الموضوع في كل الخليج بدون استثناء، وطبعا هذا يشمل أيضا كثير من البلاد العربية بس احنا نريد نركز على المنطقة التي نعيش فيها. ما هي النيوليبرالية المتبنات في الخليج؟ ما هي المكونات المتبنات حتى نعرف إذا كان كلامنا صحيح ولا لا؟ أولا الآن في الخليج هناك تبني للرأسمالية العولمية الجائرة المنفصلة عن الاجتماع. نجي للتفاصيل، وهذا بالضبط ما تنادي به النيوليبرالية في فلسفتها، إنه النيوليبرالية هي اقتصاد ما له دخل في الاجتماع، والاجتماع شيء آخر ويجب أن يفصل، وبالتالي لا التزامات نحو أي شيء يسمى مجتمع. يعني مسز تاتشر بيوم من الأيام قالت عندما فجروا النيوليبرالية آنذاك بأنه لا يوجد شيء يسمى عائلة أو توجد حزب أو إلى آخر، يوجد فرد وتوجد دولة وهذا هو اللي موجود، ومع ذلك هي أسواق واقتصاد. الآن هذا التبني معاكس تماما لما كان بعد الاستقلال. كما قلنا نعم سوق حر، نعم نحن رأسماليين، لكن في نفس الوقت الدولة لديها التزام بربط ذلك الاقتصاد وريعه بخدمات اجتماعية واضحة المعالم، وكانت تتوسع وتكبر سنة بعد سنة. الثانية رأسمالية حرية الأسواق، وهذه طبعا الآن ما في حاجة نقول إنه الآن ما عادت السياسة في الخليج هي التي تدير وتضبط الأسواق، وإنما حاجات الأسواق هي التي تضع ضوابط للسياسة وللعمل السياسي بل وللحكومات نفسها. وهذا طبعا من خلال أشكال ليس فقط الرأسمالية المحلية، وإنما أهم من ذلك الرأسمالية العولمية. الشركات يوم وراء يوم بصورة دائمة تهدد بأن والله إذا ما تسوون هذا الشيء نطلع، وإذا ما تسوون ذاك نخرب هذا الشيء، أو إلى آخر من الأمور اللي أنتوا تعرفوها.
ثم وهذا أول شيء جديد يعني عندنا قصة الخصخصة. دول الخليج عبر منذ استقلالها إلى قبل بضع سنوات ما كان في تفكير لخصخصة أي شيء. نعم هناك قطاع خاص، ولكن أن نقوم بخدمات اجتماعية ونخصصها. الآن التعليم في توجه لخصخصة قسم كبير منه، الصحة لخصخصة الجزء العظم منها، العمل، الاستشارات، ما في شيء الآن إلا وهناك كلام عن خصخصته أنه نتركه لشركات. وبالتالي قصة الخصخصة هذه، وفي المستقبل هناك كلام، تعرفون لما تكلموا عن 5% عن بيع أرامكو، هذا يعني خطوة نحو خصخصة أكبر في الواقع. وهذا ممكن أن ينطبق الآن الكلام في البحرين وفي غير البحرين في كل الخليج، أنه خصخصة الكهرباء، خصخصة المجاري، خصخصة الماء. وفي المستقبل أنا ما أستغرب أنه خصخصة الطرق، أنه بمعنى آخر أنت إذا استعملت طريق طويل أنه هناك حاجز وأنه يجب أن تدفع لأنه حتى نرجع قيمة الطريق وإلى آخره من الأمور. يعني هذه القصة الخصخصة ما لها نهاية، لها بداية ولكن ما لها نهاية. الآن أمام الخصخصة وأمام هذا النوع من الرأسمالية تقلصت مسؤوليات الدولة، وهذا بالضبط ما تريده مثل ما تفضل الدكتور. النيوليبرالية تقول أن الدولة في النهاية ليه بس فقط مسؤوليتين والبقية ما بضروري، لها مسؤولية أن تدافع عن البلد ضد العدوان الخارجي، ولا مسؤولية الأمن الداخلي بحيث أنه ما يكون في سرقات ولا يكون في قتل ولا يكون في كذا إلى آخره. أما البقية فيجب أن تسعى الدولة بصورة دائمة إلى أنه تتخلى عن ذلك إلى القطاع الخاص. لماذا؟ هو أكفأ حسب قولهم، وأنه الحكومة دائما مترحلة ودائما فيها يعني عدم انضباط وإلى آخره. وبالتالي ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث الآن أن دولة الرعاية الاجتماعية التي كنا نفاخر بها وأنه كانت يعني العالم يتكلم عن الرعاية الاجتماعية في هذه المنطقة، نعم بسبب أنه كثرة المال إلى آخره، ولكن دولة رعاية اجتماعية حقيقية الآن تتقلص وتتخلى عن ذلك، وبالتالي تندمج اندماجا تاما في الفكر النيو ليبرالي. بعدين مثل ما قلت من قبل شوية أصبح إخضاع السياسة للاقتصاد، بمعنى آخر أن موقفك السياسي في العالم يعتمد على حاجاتك الاقتصادية وعلى نوع الاقتصاد الذي يسير في البلد. فإذا كان هذا موقفك السياسي سيضر بهذه الشركة أو بهذا القطاع الاقتصادي أو إلى آخره، فأنت يجب أن تعرف أنه هذا خط ممنوع. ما عاد في أنه قصة أنه الأساس أو الموازين هي موازين الوطنية، هي موازين الالتزامات القومية، هي موازين الالتزامات الإنسانية، لا. الآن ما يطلبه السوق هو الذي يهيمن على السياسة، سواء السياسة المحلية أو السياسة الخارجية. سادسا، الآن في الخليج، تفضلي في محل الآن في محلين، فتح أبواب دخول الاستثمار الخارجي بلا ضوابط. أنا بعطي مثل، رأس مالي عنده أموال كثيرة جدا، يجي إلى بلد ويقول أنا بفتح عيادة كبيرة، راح أجيب 30 طبيب، وراح أجيب كل المعدات، وراح أجيب ذاك، وراح أجيب إلى آخره. طيب أنت لما تخليه يفتح بهذا الشكل، لا أنه تقول له أنه لازم تشغل مثلا 70% من الأطباء أن يكونوا أطباء محليين، لا، أو ممرضات يكونوا محليين، لا،
أو العمال محليين، لا ما في شروط. الآن هو يستطيع أن يأتي بمئة في المئة من العمالة من الخارج، بينما المواطن يجلس يقبع في البيت بدون عمل، لأن هذا المواطن اللي توه متخرج أو أنه هو من الطبقة الوسطى الضعيفة، هل هذا يستطيع أن ينافس الملياردير اللي جاي من هذه الدولة الخليجية أو تلك أو من الخارج، من الهند من باكستان إلى آخره من هذا الشيء؟ هذا الشيء أيضا الآن عم بيحدث، وهو بالضبط ما تتطلبه النيوليبرالية، أنه لا يجب أن لا توجد ضوابط أمام انتقال الاستثمارات من بلد إلى بلد إلى بلد. لاحظوا أنتم شيء، أمريكا التي وضعت أسس كل هذا الآن هي التي تكسر هذه الأسس وتضع ضوابط عندما العولمة عضت فيها وعضت في اقتصادها، ولم تستطع هي أن تنافس الدول الأخرى، ما عادت تستطيع. فإذا ما فذا فعل؟ فعل الأخ ترامب بأنه انقلبه بصورة واضحة على العولمة، وأصبح من أكثر الذين يريدون أن يقللوا، لكن على شرط تقليلها بالنسبة لأمريكا، أما ليس تقليلها بالنسبة إلى البلدان الثانية إطلاقا. الشركات الأمريكية يجب أن تستطيع أن تتحرك، والاستثمارات الأمريكية يجب أن تذهب أينما تشاء، ولكن ما تيجي إلى أمريكا إلا بضوابط محددة معروفة. الآن الشيء الآخر هو الدفع نحو الاستهلاكي، نحو ثقافة الاستهلاك، وهذا الشيء الآن ما في حاجة نقول لكم أنه في الخليج الآن، يعني من قبل لو نأخذ بلد مثل البحرين، كم شو اسمه مطعم فيه، وأغلب المطاعم أكل محلي، يعني لحميات لحم مشوي ما بعرف شنو إلى آخره إلى آخره. الآن هذا الاستمرار في الاستهلاك، الاستمرار في استيراد كل أنواع البضائع دون أي نوع من الضوابط، وبالعكس هي بالواقع حتى يعني بي 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 بدون التفكير في أنه هل هذه تمتص الثروة الوطنية ولا لا، هذا مش مهم أبدا. وأنتوا الآن تشوفون الاستهلاك هذا بالذات عند الشباب، وهذه قصة ليست صغيرة. إذا تأخذون الناس في الخليج الآن، قسم كبير منهم يأخذون القروض لأجل الاستهلاك، يأخذون قرض لأنه يريد سيارة، مثل ما الإعلان يقول عن أنه هذه السيارة هي اللي تجذب النساء أو تجذب الرجال أو تجذب الشباب أو سميها ما تشاء، فهو يبيها، وهو يأخذ قرض، يأخذ قرض لأنه يريد أن يبني بيت أحسن من غيره. وهو إلى آخره من كل أنواع الاستهلاك. وأنا بعرف شباب، أنت حين ما في حاجة نقول لكم، في كثير من الذين يعني يدهم ضيقة جدا، هم يرهنون الواقع حياتهم حق المستقبل من أجل هالفكر الاستهلاكي. ولذلك وهنا نأتي إلى النقطة الثانية، النيوليبرالية تصر إصرار شديد على الفردية المطلقة، حرية الفرد. لماذا؟ لأن عندما يستقل الفرد عن عائلته، يستقل عن انتمائه المهني، يستقل عن انتمائه العمالي، يستقل عن كل ذلك، ويستقل عن المسجد، ويستقل عن المذهب، ويستقل عن كل شيء، ويصبح هو فرد حر في ذلك تماما، كما قالت مسز تاشر في حينها، أنت تستفرد به عن طريق الإعلام وعن طريق كل أنواع الإغراءات التي تقدمها. وهنا النتيجة أنه استهلاك أكثر، إنتاج أكثر، أرباح أكثر للشركات. الآن خلنا نأخذ
الثقافة الاستهلاكية ما عادت للأشياء المادية البحتة، ثياب ولباس وأكل والآخر. الثقافة الاستهلاكية الآن بدأت تنتقل إلى الأشياء غير المادية. نأخذ الرياضة، هذه المحاولة والإصرار على جعل الرياضة هي أيضا بضاعة من البضاعات، تباع وتشترى وفيه استثمارات كبيرة جدا وفيه يعني رواتب خيالية للذين يلعبون. خلنا نأخذ الفنون الترفيهية الآن. نعم، كل من هب ودب في الخليج الآن يأتي بكل أنواع الفنون، ولكن هل هي فنون؟ كنا في الماضي نحاول إن لما نجيب للمسرح نجيب مسرح جاد ونعتقد أنه سيرفع مستوى الناس، سيثقف شبابنا. الآن في الخليج كله كل هذا الفنون الترفيهية هي فنون سطحية لا تؤثر على القيم، لا تدفع نحو أي التزامات اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية، وإنما هي بس من أجل مرة ثانية نقول ترفيه هذا الفرد. الشيء الآخر أنه لاحظوا أنه الثقافة الاستهلاكية هي ثقافة مظهرية بحتة، هي في الواقع ليس لها هدف محدد أنت تريد أن تفعله في هذا المجتمع. ومن هنا طغيان الخارج. تلاحظوا في الخليج الآن هناك كثير من المؤسسات التمثيلية ومن جمعيات المسارح، وهناك المغنين وهناك مؤلفي الموسيقى إلى آخره، هم يوضعوا على جنب. وإذا صارت في يعني حركة ثقافية كبيرة يجون 10 من الخارج ويكون يطعموا بواحد أو اثنين من داخل البلد. مقصود ذلك هو الاندماج التام في العولمة، وهذا جزء من هذا من ذلك الاندماج. بعدين نيجي إلى فتح الأبواب للعمالة الأجنبية. والعمالة الأجنبية الآن في الخليج، يعني ترى الآن في الخليج السكان يمكن ما يزيدون على 10 إلى 15% إذا أخذتم كلهم على بعضهم بعض. العدد الهائل للعمالة الأجنبية، وإحنا ما عندنا اعتراض على العمالة الأجنبية لو كانت عربية، على الأقل إنه نوع الثقافة، نوع الدين، نوع كذا، نوع ارتباطات إلى آخره. إنما فتح الأبواب الآن للعمالة الأجنبية غير العربية، والآن هناك توجه غير الإسلامية على حساب طبعا العمالة المحلية. وما في حاجة تشوفون أنتوا كل يوم روحوا امشوا في الشوارع يعني، أو روحوا في دبي أو روحوا في أي مكان، الذين يديرون الدكاكين والذين يبيعون في الشوارع والذين يشتغلون ككشير والذين يشتغلون كبياعين واللي سميهم ما شاء، أنت تشوف وجوه محلية، أنت ما تشوف إلا وجوه خارجية. وهذا بدون أي، الحين بنيجي بعدين لبعض النقاط هذه في جوانب أخرى. بعدين الآن الخليج مفتوح إنه كل من يريد أن يتقاعد فليتفضل في الخليج، طالما إنه هو بيشتري، يعني بيشتري شقة يعني من رأس مالي، حتى يكون الرأس مالي هذا يأخذ الشقة وبعدين يبني واحدة ثانية عقبها. إنما هذا الصخب من عدد الأجانب اللي يؤدى أولا في كل المنطقة إلى ازدياد الجرائم، إلى ازدياد الفساد، إلى ازدياد اللغة الركيكة الأجنبية إلى آخر من هذه الأمور. وبالتالي هذا يذكرنا بأن كأننا نحن لا نعتبر أننا مسؤولين عن مجتمعات، عن جزء من وطن، وإنما مسؤولين عن شركة، والشركة كل ما يزيد أرباحها أهلا وسهلا بأي نشاط كان. وبالتالي هذا أيضا من الجوانب اللي الآن عم تطبق في أشكال مختلفة، يعني أنا أقدر أعطي ألوف الأمثلة على ذلك. بعدين
بالمناسبة كل نقطة ذكرتها هي جزء من النيوليبرالية والتي تدعو لها النيوليبرالية. ارتفاع هائل في المديونية، دول الخليج ظلت سنين وسنين وسنين ما عندها مديونية. هذا الدخل تبع البترول حتى لما كان البترول قليلة كان رأسا نعيش ضمنها. الآن كل دول الخليج اللي توجهت إلى مديونية وغيرها الآن في طريقها إلى التوجه. من كان يصدق الآن أن الدول كانت غنية إلى أبعد الحدود الآن تتكلم عن مديونية؟ وما في حاجة للقول بأن المديونية تعني أن بيجيك بكرة المؤسسات الدولية التي خلقت من أجل أن تضغط على الدول حتى تقلل الخدمات الاجتماعية، حتى تقلل المصروف الحكومي، حتى تقلل الالتزامات الوطنية، وتقول لك أنه مثل ما يقولون يعني باللغة الإنجليزية restructuring. وبالتالي وحتى أيضا يعني في بعض البلدان تصل إلى أنه نزل قيمة العملة، وفي بعض البلدان شو اسمه خصصوا هذا وهذا وهذا هذا. يعني كل هذه الجوانب تكلمت عنها من الممكن أن تأتي من خلال المؤسسة بنك الدولي وغيره المؤسسات التي تجاب. والآن لأول مرة بدأنا نشوف إحنا البنك الدولي والIMF وغيره يجون هني ويعطون النصائح ويقررون إنه restructuring وما restructuring. ما شفناها هذه لا بالستينات ولا بالسبعينات ولا بالثمانينات. الآن بدأنا في الخليج، وأنا أتكلم كل الخليج بدون استثناء، تابعها راح تشوف هذا الشيء. الآن الشيء الآخر، مع الارتفاع الهائل المديونية، مع النصائح اللي تيجي من البنك الدولي والمؤسسة الدولية، الآن احنا كل خطط المستقبلية الاستشارات هي خارجية. ما عندنا نضع احنا المواطنين المثقفين المفكرين الاخصائيين الى اخره، ما عادت تلك الخطط هي التي توضع من الداخل من اجل تاخذ مصالح الداخل، ومن اجل ايضا ان تتدرب على هذا الشيء. وانا بعطي مثال، الان ثلاث دول استشاراتهم في وضع سنه 2030 في البحرين وفي الامارات وفي السعوديه شركه ماكنزي. إذا تدخل على الإنترنت وتبي تعرف شنو هي شركة ماكنزي، الوصف الأساسي لشركة ماكنزي أنها تمثل كل الجوانب النيوليبرالية، تؤمن بها وتنادي بها وتشتغل من أجلها. طب أنت الآن تجيب شركات منغمسة في اقتصاد استغلالي بشع من أجل أن تعطيك الفكرة حق المستقبل. طيب هذه الشركات ما الذي تعرفه عن تاريخ البلدان؟ ما الذي تعرفه عن الوضع الاجتماعي في هذه البلدان؟ عن العلاقات الإنسانية في هذه البلدان؟ عن أحلام الناس؟ وبالتالي أيضا هذه نقطة يعني بالغة الأهمية. الآن أنا بعطي مثل، أبي أتكلم شوي عن تجربة في البحرين. في الستينات والسبعينات كانت من أولوية الأولويات في البحرين البحرنة، ما في. وأنا يعني أقدر أعطي أمثلة من الحقول اللي أنا أخذت مسؤولية في الصحة، لما شفنا أن كل النرسات من الخارج هنود وما هنود إلى آخره، فتحت أول شيء مدرسة التمريض، ثم انقلبت إلى كلية العلوم الصحية من أجل أن تخرج ممرضات وفني أشعة وفني صيدلة وفني مختبر إلى آخره من الحاجات هذه. وكان هذا شيء أساسي، وأنت تضع له ميزانية وتقول لك الدولة نعم، وتسأل عنه حتى في داخل اجتماعات. هذا إذن البحرنة كانت شعار وطني، ما كانت هي بس يعني حركة هلون أنه ندرب إلى آخر، لا، كان شعار وطني كنا نناقش ذلك بصورة دائمة ومطروح طول الوقت، ونحاول أن نبين للناس أن نحن متجهين نحو ذلك. ولذلك يعني أنا بعطيك مثل،
وزارة الصحة في خلال 12 سنة انقلبت من 5% أجانب إلى 60% مواطنين. طب أليس هذا من قبل البحرنة؟ نفس الشيء كلية الطب. إحنا لماذا ألحين على جامعة الخليج حتى توجد عندنا كلية طب؟ لأن ما كان عندنا كلية طب وكان عندنا إمكانية. هذه تخرج لنا أطباء عموميين، إضافة إلى أنه بعثات، والبعثات كانت من قبل وزارة الصحة لسد أماكن يحتلها أجانب. وأنا أقول بكل فخر، أنا إذا أشوف أجنبي استشاري في الأشعة أجي لي واحد بحريني ما أريد أعطيك اسمه وأقول له شوف يا أخي أنا برسلك للخارج على حساب وزارة الصحة حتى تيجي وتأخذ هذا المحل. يا دكتور بس أنا ما أحب القسم هذا إلى آخر أو التخصص. يا سيدي يعني أنت بتروح تأخذ تخصص؟ عندنا أكثر منه من البحرينيين. خذ تخصص ما في بحرينيين حتى يكون إذا أغلقت عيادة أجنبية ما جددنا خلص، ما جدد. مستحيل إن نحاول إن نخلي بحريني يأخذ هذه العيادة. طيب الآن إذا نيجي إلى التربية نفس الشيء. قبل أن أذهب أنا هناك كانت هناك كلية المعلمين. لماذا؟ لبحرنة التعليم وليس لشيء ثاني. البعثات كانت تتوجه لحاجات البحرين. إذا نحتاج أطباء كثيرين نزيد بعثات الطب، إذا نريد إحنا مهندسين كثار لبعثات الهندسة إلى آخر من هذه الأمور. كانت البعثات تفصل بقدر ما نستطيع، وكنا إحنا نغري الشباب. أنت شو تبي؟ والله أنا أبي طب بس. زين يا أخي طيب ما لك مستقبل آخر، شو رأيك إنك أنت تأخذ خلينا نقول مهندس لأن في حاجة للهندس، أو تروح إلى التكنولوجيا أو غيره يعني من هذه الأمور. بعدين أنا بذكركم نظام معلم الفصل كان من أجل البحرنة. عندنا كل الابتدائية اللي علمون كانوا خريجي الثانوية، وكنا نشعر شين فشين بغضب الناس. الناس يبون معلمين جيدين لأولادهم، وأنه كانوا يرحبون بأي ناس يجون. الدولة تعطيك 20 مليون، من بيعطيك 20 مليون في ذلك الوقت؟ تعطي وزارة التربية خارج ميزانيتها منشان تسوي نظام معلم الفصل. ونظام معلم الفصل نحن والجامعة الأمريكية أول من أدخل هذا النظام. يعني أنا أريد أن أقول إنه البحرين كانت مو بس هذا شعار وطني، وإنما شعار إنه نحن في المقدمة في إيجاد برامج من أجل البحرنة. ونفس الشيء كنا نرسل معلمين لأخذ ماجستير. ليش؟ لأن في الثانوية نريدهم كذا وكذا وكذا. أنا يعني ما بأطول. بعدين تذكرون معهد المحاسبة منكم اللي شو اسمه؟ البنوك. بدأت البحرين تصير مكان للبنوك الأوفشور مثل ما يقولون. رأسا معهد خلق، خلقته وزارة المالية ومعها وزارات أخرى. وفي خلال 10 سنوات العدد أو نسبة البحرينيين في قطاع البنوك ارتفع من 5 أو 10% إلى 60%. دولة قلبها على أنه تشغل أبنائها، على أن توجد لهم مستقبل. نفس الشيء في السياحة. معهد الفندقة بدأنا نتكلم يا جماعة البحرين أنا تبي تصير سياحة والفندقة هذه ستتوسع إلى آخره، اعملوا هذا المعهد. مع الأسف الشديد أغلق بعد فترة قصيرة بسبب قصر نظر القائمين عليه، لكن هذا موضوع آخر. إنما بس أنا أريد أعطي أمثلة على أنه كيف مشروع 10,000، مشروع 10,000 كان مطروح وكلكم كنتم يمكن تسمعون عنه. ما هو الهدف؟ نحن نريد أن ندرب 10,000 بحريني من أجل أن يأخذوا وظائف أجنبية، مو بأنه والله بس منشان تدريبهم. شايف؟ فإذا وبعدين البحرين كانت تجرب أشياء عجيبة. سواق التاكسي البحرين ظلت كم سنة؟ أنا ما بعرف يا أخ محمود، 30 سنة، 35 سنة التاكسي ما يسوق به، ما يسوق إلا بحريني. اليوم لو تقول إن إحنا سنحصر وظيفة في البحرينيين يقولك إيه
أنت هذا على حساب المواطن وعلى حساب المواطن يدفع أكثر للبحريني وما راح يدفع ذي، ولا ولازم يكون في تنافس، الهندي يتنافس وليتنافس المتنافسون. إذا نحن نريد، ما الذي أريد أن أقوله؟ عقلية النيوليبرالية هي عقلية ما تتوجه إلى الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الوطن، وإنما كل همه كل مقاصه إيش قد حصلنا مستثمرين، إيش قد زاد الدخل لهذه الجهة أو تلك الجهة. أنا خلينا أقول لكم شغلة، اليوم على الواتساب أنا أستلم مقالة تقول نسبة، انتبهوا لها، 0.025% من الأمريكان اللي هم 400 شخص، حتى بس نسهلها لكم، يملكون ثروة تساوي ما يملكها 150 مليون أمريكي. هل هذه كانت موجودة من قبل العولمة؟ العولمة والنيوليبرالية من قبل 40 سنة في أمريكا 13% من الأمريكان يملكون حوالي 40-45% من الثروة الأمريكية. هذا الإفقار للغالبية الساحقة من الناس والإغناء الفاحش لأقلية تتضاءل يوم بعد يوم في هذا العالم، هل احنا نريد ان نتبنى احنا في الخليج؟ احنا من قبل كنا نقول ان هذا الريع يجب ان يوزع بشكل، نعم التجار ياخذون اكثر على اساس انه يشتغلون وذي والاخر، لكن الطبقه الوسطى كنا نريد ان نخلقها. البعثات في البحرين كانت من اجل انه الطبقه الفقيره تصعد الى ان تكون في الطبقه الوسطى، اطباء مهندسين الى اخره، وانا بعرف كثيرين أولاد سواق وأولاد فراشين وأولاد كذا صعدوا في البحرين وأصبحوا من الطبقة الوسطى. أنت اليوم إذا كان أنت ما يهمك كل هالجوانب هذه وتخلي تفتح الباب للعمال، تفتح الباب للاستثمار، تفتح الباب للشركات أن تيجي وتجيب 50 طبيب أو تجيب 100 مهندس أو تجيب كذا، طيب أنت هذا كيف تستطيع أن تقول بأن أبنائك أخي سيستطيعون أن يساهموا؟ ولذلك مو بس بالنسبة للبحرين، وأنا أقول بكل صراحة ليس هذا ينطبق على البحرين، ينطبق الآن على كل الخليج، كل الدول الخليجية الآن تعمل هذا الشيء. النتيجة أن أبنائها يخرجون والأجانب يأتون ويحلون محلها. فالذي نريد أن نقوله أو نخلص إليه أن التبني ل الفكر النيوليبرالي كما نراه متبنى الآن في كل دولة خليجية، طبعا بأشكال يعني مختلفة للنسب الآخر، إن هذه سيؤدي إلى كوارث حقيقية في هذه المجتمعات. الكلام إنه والله إحنا اجتذبنا 50 شركة، أو الكلام إنه جوون 2000 متقاعد، والكلام عن هذا كله ضمن هذا الفكر النيوليبرالي اللي يفصل تماما الاقتصاد عن الاجتماع، عن الالتزامات الوطنية، عن الالتزامات الإنسانية. سأتوقف هنا لأنه أعتقد طولت أكثر من لازم. لا فشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لدكتورنا العزيز دكتور الفاضل دكتور علي. أعتقد ما طرحها من رؤى وأفكار هي شاملة وغطت كل الجوانب التي تتيح المجال للحاضرين للمشاركة والإسهام وإغناء ما تم طرحه، والباب مفتوح للحوار والنقاشات. نأخذ الأسماء اللي يحب. يا أحد في برا الجمهور بعده؟ أي أبو خالد إذا في أحد يعلق. أي سيد سيد شرف بعد
تفضل سيد تفضل. شكرا دكتور. من اللي تفضلت فيه تكلمت ان واحد من اهداف النيو ليبراليزم هو التحول الى مجال خصصه، ولذلك في يعني توجه خصصه التعليم والتعليم والصحه والكهرباء والى اخره. هذا التوجه إلى خصخصة هاي المجالات، وهي مجالات تعتبر من ضمن أهداف التنمية المستدامة اللي تشتغل عليها الأمم المتحدة وحاط عليها خطة 2030. طبعاً هذا يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة، سواء كان عندنا في منطقة الخليج أو في أي منطقة أخرى من العالم. هل هذا ممكن الآن يعني نصنف أن نيو ليبرالية من ضمن أهدافه هو الحد من خلينا نقول حركة أو مقدرة الأمم المتحدة على العمل، وخاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؟ أوكي أوكي. في أحد ثاني؟ أبو علي محمود. شكرا للدكتور علي. الحقيقة بس نقطة بشكل سريع، طبعاً تفضلت بأن هذه الليبرالية المتوحشة ستسحق في نهاية المطاف الإنسان المواطن الفرد، وأهتم في كل القيم. في مجتمعاتنا العربية بشكل عام والخليجية يفترض أنه نحن دول إسلامية، وهناك مجموعة قيم تمنعنا أو على الأقل تدعونا للتكافل. أين سنكون أمام هذا المد؟ كيف سنتعامل مع هذه القيم، القيم الدينية، القيم الدين الإسلامي ذات تحديدا التي تحتنا على التكافل وعلى التعاضد والتعاون؟ هل سنغير؟ والآن نحن نسمع بأن هناك دعوات التغيير في هذا الجانب أيضا. أنا أريد ممكن تركيز بس في هذا الجانب. شكرا. فيني الأخ الرئيس، شكر طبعاً للدكتور علي أمانة، يعني المحاضرة ومضمونها رسالة، يعني نرجو من الجهات الرسمية على أن تعيد حساباتها ورؤيتها بالذات لعشرين ثلاثين لما يجري في مجتمعاتها. يعني إذا حاولنا على الأقل نرجع عن النيو ليبرالية ونشوف مآسي الليبرالية عندما أتت في بعدها الاقتصادي والسياسي، يعني المجتمعات الغربية الأقل عملت نوع من الكوابع وصرامات الأمان في البعد الاجتماعي وفي البعد السياسي، وعملت يعني نوع من الشراكة في العقد الاجتماعي داخل مجتمعاتها. احنا للأسف الشديد هذا العقد الاجتماعي مفقود في البعد السياسي، في البعد الاقتصادي، في البعد الاجتماعي. ما يجب على أن يعني نقفز هذه القفزة الكبيرة في النيو ليبرالية ونخلق هذا التوحش الكبير اللي كان تواجد في حتى في المستوى الليبرالي. لذلك أتت دكتور، أتت منظمة العمل الدولية بعد منظمة التجارة العالمية لإيجاد هذه الكوابع من خلال الاتفاقيات الدولية، اتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية وقانونها الدولي أوجد البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية. هذا البعد الاجتماعي مرصود الآن في ما يقارب في 189 اتفاقية أوجدت هذه الحمائيات. لذلك خلق نوع من الاستقرار وعملية تنمية مستدامة في مجتمعاتهم. احنا للأسف الشديد هذا الجانب مفقود. هم مروا بتجربة الواحد في المئة اللي تفضلت به دكتور، لذلك فرض عليهم أن لا يجب أن تكون العولمة بهذا التوحش، وخرج إعلان منظمة العمل الدولية اللي نص على عولمة عادلة من أجل عدالة اجتماعية. وهذه رسالة يجب أن الكل الآن في الرسم السياسي الاقتصادية أن يوجد هذا البعد فيه. إحنا للأسف الشديد ما يترك اقتصاد الحر خلق يعني تراجعات كبيرة بمثل ما تفضلت في كل القطاعات، إن كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص. تم التراجع بالذات في السياسة الاقتصادية والبحريني. أنا أقول يجب أن يكون في البداية أن هناك حكم صالح حقيقي، دستور الحرية بشكل الحقيقي،
العقد الاجتماعي بين أطراف الإنتاج أيضاً بشكل حقيقي. اليوم غرفة التجارة يا دكتور، أصحاب الأعمال المتوسطين ومتناهي الصغر والصغر اليوم يبكون ويستصرخون من أجل إيجاد نوع من الحماية لهم في داخل السوق المفتوح أو الاقتصاد الحر. أيضاً العمالة ما يجب، خلنا نسوي نوع من الفوكس على العمالة في الدول المتقدمة، لا يسمح لها على أن تعمل هذا النوع التدفق الهائل في داخل مجتمعاتها، نسبة لا تتعدى 13-15، نحن نصل إلى 90% دكتور في مجلس التعاون، 80-70. لا يجوز هذه الوظائف إذا لا تخلق فيها يعني العمالة الوطنية في داخل سوقها، هذا تعتبر يعني ظلم كبير وتوحش كبير من أصحاب العمل والجانب الرسمي الحكومي في عدم إيجاد صمامات الأمان للعمالة المواطنة. هذا ما يجري في على صعيد العالم. لذلك أنا لا أريد أن أطيل، أنا أقول العامل المواطن حق الآن على أن يحصل على العمل اللائق، وصاحب العمل أيضا حقه كمواطن على أن يحصل على الاستثمار الحقيقي، ومسؤولية الدولة على أن توجد هذا الجانب من خلال ما نوجد أيضا في منظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي مقيم في هذا البلد. لو تواجد الحوار الاجتماعي بشكل حقيقي في بعد السياسي، في بعد الاقتصادي، في بعد الاجتماعي، لركزنا الحماية الاجتماعية اللي تفضلتها بشكلها الصحيح، وتجنبنا الفقر اللي يالس المجتمع الآن الخليج أو العربي، تزيد مساحته ورقعته، ووصلنا إلى الطبقة المتوسطة اللي تفضلت بها، ومن ثم وصلنا إلى التنمية المستدامة الحقيقية. الشركاء الاجتماعيين إذا لا يوجدون العقد المشترك بينهم لا يمكن أن تكون تنمية حقيقية. وأنا يعني أشكرك على هذه الرسالة، وبالذات للعمالة الوطنية حقهم المشروع على أن يقوموا على العمل اللائق. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخ جواد، أخ جواد في الأخير. الأخير شكرا دكتور. مثل ما أشار دكتور عن النيوليبرالية، فلسفة حياة، أسلوب حياة، هي أكثر منها إجراءات اقتصادية. أنت أشرت يعني كفيت ووفيت الجانب الاقتصادي وأشرت الجانب الاجتماعي، وأنا بس حبيت أضم صوتي لصوت الأخ محمود إن الجانب الأهم في النيوليبرالية هو الجانب القيمي الأخلاقي. أنا أعتقد النظرية النيوليبرالية إذا تمكنت من هذا الجانب تمكنت من كل الجوانب الأخرى، وأنا أعتقد إلى حد ما هي تمكنت، لكن لا زال باقي من هذه الأمور يعني اللي لازم نحن نحافظ عليها. هم في هذا الجانب ما هم نظرية تسمية القيم، تسمية الأخلاق. أعتقد هذه النظرية اللي تمكنت من أفكار الناس، من عقول الناس، ما أسمع أنا شيء. استطاعت النيوليبرالية ميكروفون ميكروفون النيوليبرالية استطاعت أن تتكلم عقول الناس عبر هذا. شكرا. الأخ إبراهيم لا هو كان يختار زحق على أخ أحمد يجيني. لا أي أطل أخ أحمد أطل أخ أحمد. شكرا دكتور علي على هذه الورقة وهذه نوع من المشكلة الأخرى اللي عارفينه، إلا أن يعني إحنا نعلم جميعاً بأن الأنظمة الأنظمة العربية بشكل خاص هي كأنما أو نقول أو نرى على أرض الواقع أن هي تدفع لهذا التوحش وهذا الاتجاه. لكن في سؤال آخر، ما هو دور الشعوب؟ أو خلنا نقول بمعنى آخر، كيف لها أن تتصدى أو أن تحد من هذا التوحش؟ والسؤال الآخر التابع له، وهل هذا ممكن؟ شكرا. شكرا الأخ إبراهيم، بعدين نسمع الدكتور. مساء الخير. شكرا دكتور علي، خصوصا الإضاءات اللي أعتقد مهمة حول تجربتك كوزير في
قضية البحثنا في قطاع الصحة والتعليم أعتقد مهمة جداً، لأنه إحنا أمام وضع مختلف تماماً الآن المكان موجود. أعتقد والفترة الأخيرة أصبحت النيوليبرالية عقيدة لمجموعة كبيرة من المسؤولين في دول منطقة الخليج، وما سميت بوصفة إجماع واشنطن اللي هي وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة النقد الدولية والصندوق الدولي قاعد تمشي في أكثر الدول في العالم، خصص إلقاء القيود الديريجليشن، حرية حركة رأس المال، ضرائب أقل على الأرباح على رأس المال، تقشف على حساب الخدمات الاجتماعية، تقليص دور الحكومة إلى آخر. هذه الوصفة اللي تطبق في كل البلدان. في مشكلتنا إحنا في التطبيق اللي عندنا هو أسوأ من التطبيق اللي موجود في الدول الغربية. يعني اللي ذكر أزمة 2008 المالية الكبرى اللي عصفت بالعالم الغربي وانتقلت إلى كل العالم، الوصفة اللي كان صندوق النقد والبنك الدولي يقول لهم لا تقشفون، هذا وقت تصرفون. بعض الدول راحت إلى تقشف، وبعض الدول بدأت تصرف أكثر، الصين مثلا تصرف أكثر، أمريكا بدأت تصرف في أيام أوباما. فحتى الوصفة هذه لا تطبق في العالم كلها بنفس الطريقة، تطبق علينا بشدة وترخى على الدول الغربية. أمريكا اليوم تعيد كتابة قوانين التجارة الدولية كلها، وإعادة كتابتها معناها نظام التجاري اللي صنعته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية قاعد ينهار على حساب نظام أمريكا تريد تحدد أن هي الفائز فيه. إذا ما في حرية تجارة بالمعنى، تعرف الجمركية على الصين ترتفع إلى 25% ما لم تلتزم بالشروط الأمريكية، إعادة النافتا، اتفاقية النافتا مع المكسيك وكندا إلى آخره. فحتى الكلام عن حرية التجارة هذا هو يعني خلينا نقول مركز المعسكر الرأسمالي فيما يتعلق بالنيوليبرالية وأمريكا. أمريكا تتراجع عن الخطط النيوليبرالية السابقة فيما يتعلق بالتجارة الدولية مع دول العالم. أمريكا ودول الغرب مثل ما ذكر الأخ محمد عبد الرحمن لا تسمح بوجود عمالة أجنبية بالطريقة اللي إحنا مفتوحة عندنا. إحنا نطبق انفتاح ما في قوانين تجارة يقول لك انفتاح على رأس مال صغير. إحنا واحد بوالف دينار بين دينار، يعني هما قالوا إن في عندنا 2000 مؤسسة يابوا 20 مليون، يعني كل مؤسسة يابت لها كم من 1000 دينار ومستنسين على الموضوع. هذا ما يمكن يكون موجود، إن تعطي رخصة يقيم في البلد ويبلع عمالة أجنبية 4 أو 5 بدون حساب، ما موجودة في أي تطبيق من أي تطبيقات الدول الغربية ولا في دول الشرق، الصين أو كوريا أو اليابان أو غيرها. إحنا موجود عندنا التطبيقات السيئة. الضرائب حتى عندهم في مراكز النيوليبرالية العالمية للحين في ضرائب يتكلمون في المتوسط فوق 40%، إحنا الضرائب تقريبا على الأرباح التجارية صفر، ما عدا بعض الدول تأخذ يمكن 10% أو 15%. فكل التجربة إحنا نأخذها في أقصاها، ومع الأسف الآن إحنا يعني واحد من كتاب السعوديين عبد الله البريدي كتاب اسمه فخ الليبرالية يتكلم إحنا مرينا ثلاث مراحل. مرحلة بداية اكتشاف النفط سماها مرحلة ما قبل الليبرالية لأنه إحنا ما كنا مجتمع ما قبل رأسمالي. المرحلة اللي جات بعد انفجار أسعار النفط في السبعينيات سماها مرحلة الليبرالية جزئية ولكن غير صريحة، يعني ما صارت عقيدة. الآن دخلنا إحنا من الألفية إلى ليبرالية جزئية وعقيدة أصبحت في الدولة، والآن سننتقل من ليبرالية جزئية إلى ليبرالية شاملة مع قضية فتح القطاع الصحي. القطاع التعليمي أعتقد تعمد إهمال القطاع التعليمي عشان يتجه الناس إلى المدارس الخاصة، وبالتالي في نمو كبير. أنا شايف ناس فقارة، يعني ناس يعني الرجل والمرأة كل واحد راتبه 500 دينار، ويضطرون يودون عيالهم مدارس خاصة، وسلف وأبوهم يساعدهم وأمهم تساعدهم، يعني يد واليد يساعدونهم، لأن النظام التعليمي أصبح نظام فاشل. ما فإحنا عندنا مشكلة كبيرة موجودة، ورغم سياسة الخصخصة اللي مرينا فيها لا توجد مراجع. إحنا ما ندري الآن إيش كثر استفدنا إحنا كمجتمع. إحنا نعرف إن الفاقد كبير فيما يتعلق بالبحرنة في قطاع الكهرباء والماء اللي خصخص الإنتاج ماله، في قطاع الميناء أي بي تيرمينال العربية، ونعرف إحنا من نتيجة واحدة من الشركات أي بي تيرمينالز اللي يدير الميناء الآن
عرضت ارباح عرضت نتائج لان اضطروا انه يحطونها في السوق من الشروط انه 20% من المواطنين يتملكونها في سوق الاسهم. لما عرضوا نتائجهم عرفنا انه اي بي ترمينال راس ماله 8 مليون دينار وتربح سنويا 9 مليون دينار او 10 مليون دينار. يعني تربح اكثر من 120% من راس مالها سنويا. فنعرف من نتائج من في نتائج الخصخصه مع الاسف ما في احد يقوم يرصد لنا شنو الخسائر الكبيره اللي خسرناها في عمليه الخصخصه في هالفتره. فعندنا مع الاسف انفتاح كبير على راس مال اجنبي بدون فائده تذكر فائده. الان ان شاء الله نتكون عندنا تحالف بين راس المال المحلي الوطني وبين العماله المحليه لانه الطرفين متضررين من قضيه العمال تصريح العماله المرنه انفتاح على الاسواق ومن قضيه البحرنه ومن قضيه خساره التجار لمصالحهم التجاريه. شكرا. شكرا جزيلا. قبل بس لا اعطي الميكروفون للدكتور بس هو تعقيب على كلام الاخ ابراهيم. بالفعل اعتقد احنا كانت عندنا محاضره قبل اسبوعين وكانت في اشاره ان تكلفه توطين الاستثمارات في البحرين بالنوعيه اللي قاعدين نجيبها قاعده تكلف 3 أضعاف المردود منها. يعني العائد المتعدي منها، فمعناته يعني اقتصاد البحرين عمليا قاعد يخسر من استقطاب هذه الاستثمارات. هذا طبعا بخلاف الخسائر الاجتماعية، الخسائر القيمية، الخسائر الثقافية وإلى آخره. وأترك الميكروفون للدكتور. خليني أعلق حتى يروحون لأن يبون يروحون البيت يبين عليهم. خلينا نتفق على شغلة. أنا أتابع ما يكتب في الغرب عن قصة العولمة وصدقوني أن هناك الآن يعني نقد لاذع وشديد بأشكال مختلفة من الكتب ومن المقالات ومن المناقشات اللي حتى أحيانا تجري على التلفزيونات إلى آخره. ما في أحد الآن يشك في أن هذا النظام إما يعدل نفسه أو يموت. ما في حلين، إما يعدل نفسه أو سينتهي كنظام. وهناك كلام الآن كثير إنه النيوليبرالية قد تكون هي السبب في 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 في, في انتهاء الرأسمالية. الإشكالية اللي ما يريد يعني الغرب، تكلمتوا أنتم عن الغرب، ليس صحيح بأنه الغرب يعني أخذ احتياطات وإلى آخره. شوف المظاهرات اللي في فرنسا. فرنسا مش دولة دولة غربية. لم تأخذ الاحتياطات. يجي ماكرون ويلقي بكل ثقله من أجل تقليل الضرائب على الأغنياء ومن أجل زيادة الجزمة ومن أجل تقليل الخدمات إلى آخره. ترامب إذا كان اليوم يسوي هذا كله فلأن هناك تذمر كبير، وأنتم تذكرون المظاهرات اللي طلعت في أمريكا ضد العولمة والصعب اللي جرى ضد العولمة. إذن الدول الغربية ستأكل مما أو ستأكل مما زرعت لأن هي اللي زرعت هذا الشيء. شوفوا الصين، الفرق بين هذا وبين الصين. الصين حاولت أن تنفتح سوق إلى آخره، لكن في نفس الوقت هي تعرف أنه إذا ما تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وما تضعه تحت لواء الشيوعية فإنها هي في النهاية سينفجر المجتمع كله أيضا عندها. الآن من يعني الأخ محمود أنت جبت قصة التكافل، طبعا هو أحد يطبق الدين الإسلامي. أنا ما أعتقد إحنا مخبوصين الآن شيعة وسنة وبهائية وما بعرف شنو إلى آخره. هذا هاي كل اللي عندنا نتكلم عنه، وانه والله عمر كان مخطئ وابو بكر كان محق او علي كان محق وعثمان كان مخطئ والى اخره من هالكلام الفارغ اعاده. يعني احنا خلينا نتكلم بصراحه تماما، احنا نحن الان في بلاد العرب لا ندرس الاسلام. روح الاسلام كلمه واحده هي العداله كلها، لانه هو دين الحق والقسط والميزان والى اخره. احنا كل هالكلمات تركناها وجينا على قصة اللحية وقصة الثوب. ما قصت شيء.
وقصة إلى آخره. اليوم أنت تشوف الزكاة، الزكاة ممكن أن تكون أحد مصادر مهمة جدا في الحياة الاجتماعية، رايحة كلها وهل مجرة. فإذا هذا مؤكد التكافل الإسلامي لو كان موجود كان له تأثير كبير. هذا الآن نأتي إلى قصة، أنا بعطيك مثلا، نحن نتكلم عن البحرين هنا الآخرين. لبنان من أول أمس أنا كنت أسمع إنه الآن فقراء لبنان مضطرين إن يودون أولادهم إلى مدارس خاصة لأن الدولة شيئا فشيئا تتخلى عن المدارس العمومية، بما فيهم أبناء اللاجئين اللي بالكاد يأكلون. شو يسوون؟ يعني إحنا الآن عندما نتكلم عن البحرين، الواقع أننا نتكلم عن كل الخليج. شوف، ما في دولة في الخليج تستطيع أن تقول إنه أنا ما أمارس كل هذا. وإحنا قلبنا على قصة بلداننا، يعني بلداننا كانت مثل يحتذى في الرعاية الاجتماعية. ليش يا أخي؟ ليش نتنازل عن ذلك؟ وحتى لو نبي، أنت إذا تبي تشيل خدمة لازم يكون ترفع المستوى بحيث أن الناس يستطيعون بدخلهم وبقدراتهم إلى آخره أنه يستعملون القطاع الخاص. أما أن أنت تيجي اليوم إلى فراشة أو إلى آخره أو تطلب منه، إذا جاب الآن الانطباع اللي عند الناس أن كل شيء حكومي وما يسوى، هل هذا زين؟ بينما أنا بعطيكم مثل أيضا آخر من البحرين. أنا عندما كنت وزير صحة، مستشفى الإرسالية الأمريكية كانوا يبون يغلقونه، وجاءوا إلي وأخبروني أنه إحنا بس عقب سنتين بنغلقه. لماذا؟ لأن الخدمات الصحية الحكومية كانت خدمات تقنع الناس بأنه كان كبار القوم يجون للسلمانية. أنا ما أريد أنه هي القصة ليست مفخرة ولا غير، أنا قصدي وليس الفضل لأحد، الفضل أن الدولة كان لها شعار، يعني مهتمة كثير بالبحرنة، مهتمة كثير بتدريب الناس، مهتمة بكثير بإعطاء الناس فرص. الآن الإشكالي مو بهني، الإشكالي في كل هالمنطقة صار هذا الدفع، وبالتالي صاروا يقلدون بعضهم بعض. إذا فلان الفلاني في الدولة الألف الخليجية قال كذا، رن في أذن به في الدولة الثانية، وهل مجرى؟ وهذا احنا ماشيين. ولذلك انت لاحظ يعني الآن الـ شو اسمه قصة 2030 هذه اللي هو الحين أصبح يعني شعار، أول نقطة يقال نحن نريد أن نكون عندنا قدرة تنافسية. قدرة تنافسية هي مو بلعبة، قدرة تنافسية أنت أنك أنت يكون عندك قوة عاملة جيدة وبشكل ممتاز جدا وتعليم رفيع، عندك مراكز أبحاث مهمة جدا، عندك شو اسمه يعني جزء من أموالك تصب هني، قسم كبير من أموال كل دول الخليج الحين بتروح الخارج تستثمر في باريس، تستثمر في نيويورك، وتستثمر كذا، ويقول لك إنه هذه لأن هذه جزء من العولمة. فأنا اللي أبي أقوله إن إحنا يعني عندما نتكلم نعتقد إن من الضروري جدا للمسؤولين في الخليج أن يبدأوا مثل ما غيرهم بدأ يراجع فكرة النيوليبرالية، يراجعونها هي يعدلونها. أنا مرة قلت هذا الشيء، ليش ما نكون عندنا رأس مالية واشتراكية؟ في بعض المبادئ الاشتراكية مهمة جدا أن تدخل، وفي بعض الجوانب الرأس مالية ما في مانع أن تكون موجودة. أخيرا أريد بس أن أقول أنه بالنهاية المجتمعات هي اللي راح تقرر أن تخلي هذا النظام يستمر ولا لا، يعني هذا بالنهاية. لأنه إذا كان نحن بنعتمد على الأغنياء وعلى أصحاب الثروات الهائلة وإلى آخره أنه ينتبهون، أنا ما أعتقد بينتبهون. شخص طول الوقت ثروته تتسع وتكبر ومكانته تكبر وإلى آخره ما يريد، وبالتالي. لكن السؤال الأساسي هنا، خذ أمريكا، النقابات من قبل كانت حية وكانت لها مكانة كبيرة جدا وكان الجميع يخاف منها، الآن ضعفت جدا. ليش ضعفت؟ لأن الفرد الأمريكي الآن مشغول إنه يأكل همبرجر، إنه يروح يسيح في فيتنام ولا كذا،
والنقابة، علاش أنا أدخل النقابة وأنا أدوخ نفسي؟ أنا علي نفسي نفسي، طالما أنا أقدر أكل همبرجر وأروح إلى فيتنام أنا ما يهمني هذا كله. هذا هو الفكر. وبالتالي إذا هذه الدول، إذا هذه الشعوب كلها، ترى أنا جبت قصة البحر، أنا في البحرين بس حتى أعطي مثل، أنه الدولة عندما يكون شعارها الأساسي أنه هي تدافع عن المواطن، عند ذاك هي تخلق العجائب من أجل أن تساعد المواطن. لكن لما ما يكون هذا الشيء تترك حق مني حق منك منك، وبالتالي يضعف هذا الشيء. لا لا، احنا قلنا الحل هو ان الشعوب تنتبه لنفسها والمجتمعات المدنيه تجتمع نفسها. احنا لو نبي نتكلم عن ايش لازم تسوي، عاد انتوا ان شاء الله نصلي الفجر مع بعض. مشكورين يا جماعه. شكرا، شكرا جزيلا لدكتورنا العزيز دكتور علي، والى ملتقيات اخرى ان شاء الله، وتصبحون على خير. مشكور يا حسن.